مصر تعود القهقرة إلى حالة 25 من يناير، ثمن باهظ إضافي لحرية ترخص في سبيلها الدماء. والعرب يتوعدون النظام السوري بخمسة أنواع من العقوبات الاقتصادية: منع السفر، إيقاف التحويلات، تجميد الأموال والمشاريع المشتركة والتعاملات التجارية، وتعليق عضوية دمشق في منظمة التجارة العربية الحرة إلى آخر ذلك. كيف سيتجنب العرب تجويع الشعب السوري؟ الحصيلة الخامسة بتوقيت غرينتش. عين على دبي على شاشة سي ام بي سي عربية. الأحوال وفقا لأحكام الشريعة، المعاملات المصرفية الإسلامية، التكافل والتأمين، منتجات التمويل الإسلامي، عقود المرابحة. على شاشة سي ام بي سي عربية. أرحب بكم من جديد. ذكرت مصادر بصناعة النفط أن خطا إماراتيا لأنابيب النفط يتجنب المرور بمضيق هرمز قد اكتمل تقريبا، ومن المقرر تدفق الخام فيه لأول مرة الشهر المقبل. ومن شأن مشروع خط أبو ظبي للخام، والذي يمتد 480 كيلومتر بطاقة تصل إلى 2.5 مليون برميل يوميا، من شأنه أن يتيح للإمارات عضو منظمة أوبك تفادي الطريق البحري الخطير ويعزز صادراتها من ميناء الفجيرة على خليج عمان. وقد يبدأ ضخ النفط في خط الأنابيب بواقع مليون برميل يوميا في بادئ الأمر، على أن يرتفع تدريجيا إلى مليوني برميل. نبقى في الإمارات، حيث قدرت دراسة نشرتها مؤسسة فينتشرز للأبحاث حجم الإنفاق على قطاع التشييد في الدولة ب 148 مليار دولار بين عامي 2011 و2015. وأشارت الدراسة التي نشرت بالتزامن مع انطلاق معرض الخمسة الكبار في دبي إلى أن قطاع البناء والتشييد لا يزال يشكل مجالا هاما للنمو في المنطقة رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية. التقرير التالي والمزيد من التفاصيل. 148 مليار دولار حجم الإنفاق المتوقع في قطاع تشييد المباني في دولة الإمارات بين عامي 2011 و2015 وفقا لدراسة نشرتها مؤسسة فينتشرز لصالح معرض الخمس الكبار في دبي. ويؤكد المشاركون في هذا المعرض المتخصص بقطاع تشييد المباني وما يتصل به أن التقنيات الحديثة ستساهم في قيادة أكثر المجالات تعافيا في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة. نعمل في 14 بلدا في الشرق الأوسط وننشط بفاعلية في 10 دول منها. نرى أن هناك فرصا استثمارية مهمة للغاية حتى عام 2015، ونعتقد أن الطلبيات على الشاحنات ستتجاوز 5500 شاحنة في عموم المنطقة وخاصة الإمارات وقطر، لأن الطلب ما زال كبيرا على هذه المعدات. وتشير دراسة مؤسسة فينتشرز إلى أنه على الرغم من انكماش الاقتصاد العالمي، فإن قطاع البناء والتشييد في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال يشكل مجالا هاما للنمو، وتتصدر الإمارات والسعودية دول المجلس من حيث الإنفاق خلال العام المقبل. أعتقد في نمو، لأن الطلبات اللي تينا للحصول على شهادات المطابقة والشهادات اللي تم إصدارها وعلامات الجودة الإماراتية في ازدياد بشكل متواصل. الطلب على المواصفات القياسية الإماراتية في قطاع البناء وكود البناء، الطلب يزيدنا بشكل متزايد من قبل التجار. المنطقة خلال السنوات الماضية والقادمة، خلال الخمس سنين القادمة، هناك مشاريع ضخمة على مستوى الخليج، سواء كان في المملكة، في قطر، في الإمارات، هناك العديد من المشاريع الضخمة التي سوف تستهلك كميات كبيرة من المواد البناء، سواء كان في التكييف أو في مواد البناء الأخرى. وبالإضافة إلى القطاعات الأخرى، تركز دولة الإمارات على نمو صناعة البناء،
وبصفة عامة شهدت الدولة زيادة في الطلب على أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف، حيث من المتوقع يزيد الإنفاق عليها من 1,494,000,000 في 2010 إلى 1,599,000,000 في 2012. رياض السعدي، CNBC عربية. إذن أتابع هذا الموضوع معي هنا في الاستوديو السيد حسان دعبول، عضو مجلس إدارة مجموعة دعبول الصناعية وعضو مجلس إدارة اتحاد المصدرين السوري، وهم يشاركون في هذا المعرض الخمسة الكبار للبناء والتشييد. سيد دعبول، مساء الخير، أشكر وجودك معنا في هذا البرنامج. إذا حدثني بدءا عن المشاركة السورية عبر هذا المعرض، وسوريا تعيش ظروف استثنائية لعلها لا تخفى على الجميع. الحقيقة يمكن هذه السنة الأولى يلي بيكون فيها مشاركة وطنية بجناح سوري في معرض الخمسة الكبار، وسبب هذه المشاركة طبعا أنه الوضع الاقتصادي في سوريا متأثر قليلا، وبالتالي في كثير من الشركات تبحث عن أسواق خارجية لحتى ترفض منتجاتها ومبيعاتها في أسواق أخرى بالإضافة إلى السوق السورية، نتيجة انكماش في السوق السورية نتيجة الأحداث. نعم، دعني أتحدث عن مجموعتكم، مجموعة دعبول الصناعية، أنت عضو في مجلس إدارتها. نعم. وتعمل في مجال التصدير، 50% من منتجاتكم من الألمنيوم للداخل و 50% للتصدير. نعم. يعني إذا أسقط أنا ما يحدث في سوريا على شركتكم أستطيع أن أخذ صورة عن الوضع الاقتصادي في ظل ربما العقوبات والظروف التي تمر بها سوريا. كيف هو الحال؟ الحال الحقيقة يعني الحال ليس سيئا كما يظهر أو يخيل للبعض. السوق السورية ما زالت تعمل، أكيد في بعض المنتجات حظها أوفر من المنتجات أخرى، وفي بعض المنتجات ما زالت تجد منفذا ومبيعا في السوق السورية، وفي منتجات أخرى أكيد بيكون تأثرها أكبر، ولكن التوجه نحو التصدير ممكن يكون هو حل في بعض الأحيان لبعض المنتجات لزيادة الواردات من خلال هذا التصدير. فإذا بدنا نتكلم عن قطاع البناء، يعني نحن ننتج مواد بناء عبارة عن الألمنيوم والزجاج ومتمماتها، فصحيح أن مشاريع كبيرة في سوريا لا يوجد الآن ومشاريع جديدة لا يوجد، ولكن ما زال العمل قائما لأنه بلد فيها 22 أو 23. نعم، يعني إذا تحدثنا عن التصدير، أنتم مثلا تصدروا للاتحاد الأوروبي، الاتحاد نعم. الأوروبي كل يوم يتحدث عن تضييق الخناق الاقتصادي نعم. على سوريا في ظل هذه الظروف، هل تسير الأمور بهذه الانسيابية مثلا؟ الأمور لحد الآن الحمد لله العمل ما زال مستمرا، الحركة التصدير والاستيراد ما زالت مستمرة، أكيد في صعوبات أكثر من السابق ولكن ما زال مستمرا. المفروض أنه العقوبات، ونتمنى أن العقوبات لا تؤثر على الجانب المعيشي والاقتصادي للمواطن السوري، ويستمر العمل بالاستيراد والتصدير. أكيد في صعوبات بالنسبة لموضوع التعامل في الدولار، ولكن هناك عملات أخرى ممكن التعامل فيها، التعامل في اليورو ما زال مستمرا، التعامل في العملات الخليجية ما زال مستمرا، فنأمل أن يستمر الوضع يعني بالعمل، ويعني هذا الأمر لا يؤثر على الحياة المعيشية والاقتصادية للمواطن السوري. دعنا نعود لملعب الخمسة الكبار، وأنتم تشاركون عبر هذا المنتدى، كيف تلحظون الأجواء فيما يتعلق بمواد البناء والتشييد وشكل الحضور والمشاركة في هذا المحفل؟ لا يخفى على أحد أنه عدم الاستقرار في الوطن العربي بشكل عام وفي بعض دول شمال أفريقيا وسوريا واليمن يؤثر على حركة نشاط حركة البناء في الوطن العربي، ولكن ما زالت بعض الدول ما زال فيها حركة نشيطة مثل السعودية، مثل دول أخرى في الخليج ما زال فيها حركة تشييد وبناء، وأيضا حتى في الدول اللي فيها بعض الاضطرابات أيضا تبقى حركة البناء موجودة، لأنه مثل سوريا دولة كبيرة فيها 22 أو 23 مليون
إنسان، كلهم بدهم يعيشوا، يتزوجوا، يعمروا بيوت، يسكنوا، فحركة البناء تبقى مستمرة. حتى في الظروف الاستثنائية، لا يخفى عليك أن كثير من دول الوطن العربي مثلا تتعرض لظروف وعدم استقرار سياسي واقتصادي، هل ينعكس ذلك على قطاع التشييد والبناء؟ أكيد هذا الأمر ينعكس من ناحية أنه استثمارات خارجية بتقل بشكل كبير، مشاريع جديدة بتقل بشكل كبير، الإنفاق الحكومي في التشييد والبناء يقل بشكل كبير، ولكن ينشط من ناحية أخرى البناء العشوائي والمخالفات والأشياء اللي من هذا النوع، وهذه كلها أيضا بدها مواد بناء لحتى تكمل هذه المنازل. بغض النظر هذه المواد البناء من الجودة المنخفضة والسعر المنخفض أو هي من الجودة العالية والسعر العالي، ولكن تبقى هناك في حركة وفي في في عمل عم يتم وفي بناء عم يتم. ف بهالحالات او الحالات مواد البناء بيتم في لها طلب ان شاء الله. ويعني طبعا صناعه المواد البناء بتشغل ايدي عامله كبيره، واملنا انه تبقى مستمره، واملنا انه تبقى عم تشغل هالايدي العامله. على ذكر الايدي العامله، يعني الحديث الان في هذا المعرض عن وجود تقنيات واليات حديثه تدخل في عالم البناء يوم بعد يوم، ربما تقلل من الايدي العامله وتعطي الالات والماكينات حقها ربما، هل هذا صحيح؟ اكيد بكل المجالات الحقيقه الاوتوميشن او الاتمته والتقنيات الجديده تخفف من الحاجه لليد العامله، ولكن تبقى اليد العامله يعني ضرورية، وبأي مجال له علاقة في البناء ومواد البناء والتشييد اليد العاملة ضرورية ولا يستغنى عنها بشكل. وكلما كثرت كلما كثرت الأبنية وكثرت التشييد، أكيد يعني صحيح التقنيات بتخفف اليد العاملة، ولكن كثرت الأبنية وكثرت التشييد كمان بتعوض هذا الفارق إن شاء الله. نعم، أنا أشكرك، بنينا جسر للتواصل عبر هذه الجولة. سيد حسان دعبول، عضو مجلس إدارة مجموعة دعبول الصناعية وعضو مجلس إدارة اتحاد المصدرين السوري، أشكر وجودك معنا في جلسة الأعمال الليلة. شكرا جزيلا لكم. إذا لمعلومات أوفى عن أسواق المال وآخر أخبار الاقتصاد والأعمال، زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت cnbcarabia.com. في أمان الله.